محفادة جميلة لمجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب الذي أسس لهذا المهرجان الدولي والعروبي، حيث يشارك فيه مجموعة من الشعراء الأفارقة والعرب بشعار الأخوة تجمعنا، فهي مناسبة استثنائية، ذلك أن الكلمة تجمع الصف العربي مرة أخرى، ولمشاركة بالمناسبة حول المغرب وسياسته الرشيدة تحت السلطة الفعلية والرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل الصافي، رئيس الأكاديمية الدولية للسلام للتدريب والاستشارات، حضرت في هذا المهرجان الدولي العربي حول دور الثقافة ودور الفن ودور المعرفة، دور الكلمة في إحياء النفوس وإحياء العقول، وكذلك الانتقال إلى المستوى المنشود في التنمية المستدامة والتنمية البشرية. ذكرت بأن هناك 7 نقاط أساسية للانتقال بالفرد ليكون عنصرا فعالا داخل المجتمع. أول نقطة وهي الوعي بالكينونة كجزء أساسي داخل منظومة المجتمع. ثانيا المعرفة، وهي معرفة بالدور الذي يعطاه ليقوم به على أحسن وجه دون استباق ودون أخذ منصب لا يناسبه، لأن العطاء يكون بالمناسبة ولا يكون بالاستباق. ثالثا وهو الفهم، فهم السياق التاريخي والسياق الزمني والسياق الإطاري الذي يمنح أي قوة ويمنح أي فكرة الأساس والتواجد على أرض الواقع. 4 الانخراط داخل هذا المجتمع بالعمل، والانخراط بالنفسية والانخراط بالعقلية، ليكون العمل عنده دقة وعنده استباقية من أجل الوصول إلى القمة، ومن أجل أن يكون هذا العمل له واقعية وله امتداد وله كذلك تفاعل مع المجتمع. رقم 5 وهو التفاعل بين أجزاء المجتمع، ونحن نعرف أن المجتمع يتكون من مجموع الأفراد العاقلين، أنا أسميهم المجتمع العاقل لأنه مجتمع يتسم بالارتباط ما بين العقل وما بين النفس وما بين الحياة. إذا كان هناك تفاعل ما بين هذه المنظومة وبين هذه الأجزاء المكونة له، لابد أن يكون هناك وتكون هناك نهضة تنموية مستدامة لهذا المجتمع. نقطة 6 وهي العمل، وهو ما يسمى بدعم العمل الذي يقوم به الآخر، دعم العمل بالاعتراف به وبمساعدته وبالإيمان بهذه القدرات للوصول إن شاء الله تعالى إلى عمل متكامل ما بين الأفراد، كل واحد يأخذ منصبه ويأخذ مشاركته. أخيرا وهو التقييم الجاد، التقييم البناء وليس الهدام. شكرا جزيلا على تتبعك. ابتسام قرواش، شاعرة وزدالة وباحثة حقوقية، حاصلة على الماجستير في الحقوق وحاصلة على الجائزة الأولى في المهرجان الوطني للزلزال ببن سليمان 3 مرات لديوان زلزالي بعنوان حروف البحر. سأقرأ عليكم منه قصيدة يا الخضرة التي كتبتها عن مدينة بن سليمان، مدينتي. يا الخضرة يا مدينتي، مدينة مزهورة بجراديها المنورة، مدينتي بغابة بلوطة هواها الصافي وحسوبها الفايحة، بريحتها وريحة بليوها وزعترها وحسنها اللي داوي كل عليل، وريحانها بيه كتزين سشعورها. هز راسك وقول شي الله أسيدي محمد بن سليمان، من القبة العالية أمول النخلات. مدينتي مدينة كريمة يتكرم فيها كل زجال وفيها يتجمع الأهل والحباب، مدينتي مدينة منورة إلا بغيتي تمشي سير شوف شلالها وعيونها اللي تكب ماها الصافي وخضوريتها المخضرة بزنانها وزهورها الفايحة، ولا بغيتي تتنزه وتكملها بسيت بوريدة في موسمها اللي جامع ضيوف من كل جيه فيه الخيل تتبورد. هاي هاي على مدينتي كتجيب كل ماشي، وهاي هاي لموسمها اللي جامع كل وافي اللي بخيولها مسرجة بسربة مستفة عاطية ديك النظرة المنورة، وريحة شواها الفايحة. هذه هي مدينتي، مدينة زاهية بخطورية أراضيها وعليها سمعوها المدينة الخضراء. قالوا لي أنا سليمانية، إيه أنا سليمانية ولأبويا وزدودي. السلام عليكم. طبعا اليوم مشاركين في هذا الاحتفال الكريم في بلدنا الثاني والمغرب،
احتفال بكبار الشعراء العرب المشاركين وكل اعضاء حتى نكون فرحين بالانجازات العظيمه لملك المغرب وشعب المغرب. نحن كلنا مدين ومحيين وفرحين بانجازات المغرب. نتمنى من الله الله يديم هذا الشعب الخير والامه. كيفاش رايت تشوفوا فور المشاركة تاعتكم في هذه النسخة الأولى؟ هذه النسخة الأولى للمشاركة في الشعر العربي، وإن شاء الله نستمر وتكون دائما هذه المشاركة موجودة ومستمرين فيها وتكون على أعلى مستوى في الشعر، وتطورها وتجددها وتكون دائما حلقة تكون المغرب هي المحطة لإثبات وجود الذات الشعر. متشرفين والله، يفرحنا ونفرح إن شاء الله.